نقلت هيئة البث الإسرائيلية وجود خلافات عميقة بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وبين رئيسي الموساد ديفيد برنياع والشباك رونين بار بشأن بعض بنود صفقة التبادل مع حماس، حيث أفادت التقارير بأن نتنياهو يدير مفاوضات صفقة التبادل بمفرده، وهو من قرر التشدد في المواقف والتعبير عنها علنا. كما قالت صحيفة يديعوت أحرنوت أن هناك مخاوف في إسرائيل من أن نتنياهو يحاول عرقلة إبرام صفقة تبادل الأسرى. هنا نتساءل، ما دلالات الخلافات الداخلية بين نتنياهو وأعضاء حكومته والجيش؟ ما تأثير ذلك على مستقبل مفاوضات التبادل؟ وما صحة الأخبار التي تقول إن نتنياهو يتعمد عرقلة التوصل إلى تفاهم؟ الخلافات تحتدم داخل إسرائيل وسط تبادل الاتهامات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيسي الموساد والشباك وأعضاء في وفد التفاوض بشأن بعض بنود مقترح الصفقة. فقد نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن نتنياهو يدير مفاوضات الرهائن بمفرده، وهو من قرر تشديد المواقف والتعبير عنها علناً. فيما قالت صحيفة يديعوت أحرنوت إن هناك مخاوف في إسرائيل من أن نتنياهو يحاول عرقلة إبرام صفقة تبادل الأسرى. بحسب الصحيفة، فإن أهم القضايا المثيرة للجدل إصرار نتنياهو على وجود الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا بين غزة ومصر، وطلبه الجديد بمنع عودة عناصر حماس إلى شمال قطاع غزة في إطار تنفيذ صفقة المحتجزين. تقول الصحيفة إن من بين نقاط الخلاف أيضاً بين نتنياهو ورئيسي الموساد والشباك هي أن الأخيرين لا يؤيدان العودة إلى القتال سوى في حال خرقت حماس أياً من بنود الاتفاق، بينما يريد نتنياهو العودة للقتال في كافة الأحوال. تراجع نتنياهو عن تنازل رئيسي في المفاوضات الجارية مطالبا بمنع المسلحين من العودة إلى شمال قطاع غزة خلال وقف القتال النهائي بعد أن وافق على ذلك في السابق دون شروط، موقف جديد من نتنياهو يراه مراقبون خطرا على مسار المفاوضات، وقد يؤدي إلى تقويض التقدم المحرز في محادثات الرهائن. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من كاليفورنيا ستيفن جولدبرغ، مخطط استراتيجي في حزب الليكود الإسرائيلي، ومن تل أبيب ياريف أوبنهايمر، خبير سياسي ورئيس ائتلاف الدولتين. أهلا ومرحبا بكما. وقبل أن نغوص في تفاصيل هذه الخلافات على ما يبدو بين بعض الأطراف الإسرائيلية فيما يتعلق بالتوصل إلى صفقة، سيد ستيفن أبدأ معك هذا الحوار. وضيفنا قبل قليل يقول بأنه هل هي بالعافية، باللهجة المصرية، هم لا يريدون الصفقة بحد ذاتها، هل الوضع كذلك؟ الاتفاق المقترح سيء استراتيجيا لأنه سيؤدي إلى إطلاق سراح عشرات الإرهابيين والقتلة، ونعرف ما حصل منذ ميلعاد شاليت، وبالتالي هذا غير منطقي. فيما يتعلق بوقف إطلاق النار الذي يركز عليه الكثيرون، لا يمكن التوصل إلى اتفاق ينهي هذه الحرب قبل نهاية حماس، وكل من يروج لذلك يروج لتكرار ما حدث في 7 أكتوبر. فإذا لماذا سيد ستيفن، لماذا الحديث عن أنه تم التوصل إلى تفاهمات؟ هناك من يقول بأن حماس أبدت مرونة، هناك من يقول بأن كل هذه الأطراف تجتمع في قطر، تجتمع في مصر، وهناك تفاؤل ظهر في الأفق، والوضع كذلك، والنقاط العالقة ما زالت قائمة. لماذا الحديث عن هذه الصفقة وإمكانية التوصل إليها؟ حماس الآن
أصبحت في حالة يأس، من المرجح أنها خسرت مسؤولاً جديداً اليوم، وهي بالتالي توافق على تقريباً كل شيء. لو كانوا يهتمون بوضع الفلسطينيين لأطلقوا سراح الرهائن المحتجزين لديهم. ربما هذا قد يؤدي إلى اتفاق، ولكن لو أردنا حلاً دائماً فهذا يعني أن إسرائيل يجدر أن تتأكد من عدم وجود حماس على حدودها. نعم. كذلك يجدر أن يعود الرهائن إلى ديارهم، وهذا يكون بالتالي مقبولاً وقد يؤدي إلى اتفاق. أما إطلاق سراح الإرهابيين والقتلة فهذا غير مقبول بتاتاً. نعم. حماس مجدداً الآن يائسة للتوصل إلى اتفاق، وستقول أي شيء ولكن لن تحترم ما قالت. طيب، أتحول إلى ضيفنا من تل أبيب يريف أوبنهايمر. أهلاً ومرحباً بك سيد يريف. لماذا كثر الحديث عن وجود خلافات بين نتنياهو وبين أعضاء في حكومته على مستوى الموساد والشبك وعلى مستوى أيضاً وزارة الدفاع؟ ولماذا هذه الاتهامات لنتنياهو بأنه هو الذي يعرقل إمكانية التوصل إلى صفقة؟ نتنياهو هو لاعب سياسي ويريد أن يبقى في سدة السلطة، وبالتالي يحتاج إلى شركاء يدعمونه. منذ بداية الحرب فهم أنه لو توصلنا إلى اتفاق يؤدي إلى إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، قد يؤدي ذلك إلى نهاية الحرب وبالتالي نهاية حكومته. لذلك لا يتصرف لمصلحة إسرائيل أو لمصلحة الرهائن، بل لمصلحته الشخصية ومصلحة أهدافه السياسية وحاجاته السياسية. أما فيما يتعلق بالموساد والشباك والجيش والشركاء مثلا كبني غانز وأيزنكورت، يقولون بوضوح إن نتنياهو يريد أن يقود الاتفاق بأية طريقة، لا يريد اتفاقا، ورأينا ذلك باستمرار. رأينا ذلك كلما أظهرت حماس نوع من المرونة في الوقت ذاته، في اليوم ذاته. أحيانا نتنياهو شخصيا يتكلم ويضيف شروطا مسبقة ويقوم بتصاريح علنية تجعل أو تمنع حماس من الموافقة على الاتفاق، وبالتالي ليس هناك من تحفيز لحماس، لأنه كل ما حصل تقدم على مستوى الاتفاق نتنياهو يتكلم عن الحرب. هو يريد أن يقنع حماس بأن ترفض أي اتفاق، وذلك لأغراض شخصية. سيد يريف، من خلال ما ذكرته، هل يعني توافق على الفكرة التي تقول بأن نتنياهو هو الذي يدير هذه المفاوضات وحده؟ نعم، من دون شك هذا ما نقول وما قاله نتنياهو شخصيا. اليوم مساء في مؤتمر صحفي تكلم عن شروطه، تكلم عن نفسه، لم يتكلم عن الحكومة أو دولة إسرائيل. تحمل مسؤولية ما يقول، هو لا يريد أن يقول الحقيقة للإسرائيليين لأنه يعرف التفاصيل ويعرف كيف يتلاعب بالأوضاع وكيف يقدم الاتفاق. سأعود إليك بعد قليل ونتحدث عن الأسباب التي تدفعه للقيام بذلك، ولكن أعود الآن إلى ضيفنا السيد ستيفن جولدبرغ. وهذه الاتهامات لنتنياهو، سيد جولدبرغ، كلما كان هناك تقدم، كلما كان هناك تنازلات، هو يتحدث عن شروط جديدة، وكأنه كما يقول البعض وممن يتهمونه، هو الذي يدير هذا الملف لوحده، هو يتمسك بموقفه، هو يعطل هذه الصفقة. هو رئيس الوزراء وهو المسؤول عن اتخاذ القرار الأخير المتعلق
بالاتفاق. ولكن هناك تقارير سيد ستيفن تصل، هناك تقارير أمنية، هناك تقارير من المخابرات، هناك تقارير من الجيش، هناك نصائح تقدم له بناء على التطورات الموجودة على الأرض بناء على 9 أشهر من الحرب. هنا إسرائيل أصبحت على وشك أن تنتصر في هذه الحرب ولا تريد أي عراقيل. أما نتنياهو فهو لا يعرقل اتفاقا جيدا، يعرقل اتفاقا سيئا. نتذكر ما حصل مع جلعاد شاليت وكيف أيضا استمرت حماس في غزة. لا يمكن لأي مبررات أيا كانت أن يسمح لحماس أن تستمر في غزة. ونتكلم أيضا عن مرونة حماس وكأنهم مسؤولين في حكومة ما، لا يمكن أن يسمح لهم ذلك. رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرقل اتفاقا لأنه سيئا. لأنه سيء أم سيد ستيفن؟ عذرا للمقاطعة، ولكن منتقدوه يقولون بأن الموضوع ليس مرتبط بمضمون هذا الاتفاق إن كان سيئا أو لا، وقد طرح من الرئيس الأمريكي بناء على طلب من نتنياهو بحد ذاته، ولكن الموضوع مرتبط بنتنياهو بحد ذاته الذي لا يريد أن يكون هناك محاكمة له، هو لا يريد أن تنتهي هذه الحرب كي لا يساءل. هناك اتهامات ضد نتنياهو أنه يتصرف لأهدافه الشخصية، ويتهم من اليسار بأنه غير مهتم بالمصلحة الإسرائيلية. هذا جزء من الديمقراطية ما يقوله اليسار، ولكن ما يفعله نتنياهو هو للمصلحة الفضلة للبلاد. لو كان الاتفاق ملائما لوافق عليه، ولو حصلت انتخابات ربما لن يختار الشعب نتنياهو، هذا ممكن، ولكن أي رئيس وزراء يقبل بحل الدولتين لا أعتقد إنه سينتخب. نفتالي بنت قد يكون قويا، ربما أيضا إتمار بن غفير الآن يحظى ببعض الشعبية، ولكن لابد من توخي الحذر. أعود مرة أخرى إلى سيد يرف، لربما لديك ما تقول فيما يتعلق بهذه النقطة، هذه الاتهامات التي تساق تجاه نتنياهو بأنه يسعى لمصالحه الشخصية، ولكن الضيف من كاليفورنيا يقول بأن المشكلة في الصفقة بحد ذاتها في مضمونها، وإسرائيل شارفت على الفوز في هذه الحرب، لماذا تتجه نحو هذه الصفقة السيئة؟ أولاً، وفق كل الاستطلاعات في إسرائيل هناك غالبية واضحة تدعم اتفاقاً لتبادل السجناء، وموقف السيد جولدبرغ يشكل أقلية ما دون 25% في إسرائيل، ولا يمكننا من جهة أخرى أن ننتظر حتى الانتخابات المقبلة، لأن الرهائن الإسرائيليين سيقتلوا في غزة. الأمر لا يتعلق فقط بالسياسة الآن، بل يتعلق بواجب دولة إسرائيل حيال مواطنيها. السيد جولدبرغ يقول إن الاتفاق سيئا. طبعا لن نتوصل إلى اتفاق جيد لأن الوضع سيء، وهذا ما حصل منذ كان نتنياهو رئيسا للوزراء. حماس ما زالت تحتجز 120 إسرائيلي، والسبيل الوحيد لإعادتهم أحياء إلى إسرائيل هو اتفاق. لا يمكن لعملية عسكرية أن تؤدي إلى ذلك، لا يمكن للانتصار العسكري أن يسمح بعودة الرهائن. هذا هو الوضع. أما هنا القرار فهو إما التضحية بهؤلاء الرهناء، ويقول المشكلة مشكلة الرهائن
وأنا لدي أمور ملحة أخرى، أو ندفع ثمن إطلاق سراح الرهائن ويكون الاتفاق سيئاً. أعتقد أن الخيار الوحيد بالنسبة لإسرائيل هو هذا الاتفاق. إذا سمحت لي وبأقل من دقيقة، أهالي وأسر الرهائن هم يتظاهرون ويقولون لربما العملية التي تمت اليوم في المواصي هي تشكل لنتنياهو صورة انتصار، وهم يطالبونه أن يستغلها من أجل إطلاق أبنائهم. من دون شك الإسرائيليون يتكلمون عن الانتصار في الحرب، ولو قتل هذا المسؤول في حماس اليوم هذا يعتبر انتصارا، ولكن لذلك علينا أن نستفيد من هذه الفرصة لنضغط على الحكومة لتصل إلى اتفاق. ليس ما يبرر عدم التوصل إلى اتفاق بعد مقتل محمد ضيف. شكرا جزيلا لضيفينا من كاليفورنيا ستيفن جولدبرغ، مخطط استراتيجي في حزب الليكود الإسرائيلي، من تل أبيب ياريف أوبنهايمر، خبير سياسي ورئيس ائتلاف الدولتين. شكرا لكما.